حينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية على قناة تي في صوت العرب من كندا. محدثكم جمال الشريف، ومعنا اليوم الأستاذ حسن غية والدكتور هشام قدومي وأيضا الدكتور نور القادري. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين والمشاهدين. في البداية حابب أعيد على جميع الأمهات حول العالم وجميع الأمهات التي لديهن حب لأطفالهن، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. لقد أعطيتم كثيرا وسألتم قليلا، ولكن لكم دائما الجنة فوعدكم الله بها فهي تحت أقدامكم، فكل عام وأنتن بألف خير. كما أيضا نقول لجميع إخواننا الذين يحتفلون بعيد الربيع في أفغانستان وفي الأكراد وفي العراق، نقول لهم عيد مبارك، وإن شاء الله أيامنا كلها ربيع والجو بديع. أنا بعرف، تفضل إذا حدا حابب يعلق على الموضوعين الصغار. أسعد الله مساءكم جميعا جميع المشاهدين. يعني بداية كل عام وجميع أمهات وغير أمهات، لأنه هن كما أشرت دكتور جمال يعني منبع الآن للكثير من الناس. بداية هم سر الحياة، ويعني تحية إلى كل امرأة أم أو تريد أن تكون أم، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وكل عام وأنتن بألف خير. يعني لا نريد أن نكرر تهانينا لجميع الأمهات ولجميع السيدات، ونترحم على من انتقلت إلى جوار ربها من أمهاتنا وجداتنا، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أنا بس حاب أقول إنه اليوم مش عيد الأم، اليوم بس بذكرنا إنه كل يوم عيد الأم، لأنه كل يوم لازم نتذكر الأميات، كل مرة هي بس يعني يوم في السنة عشان يذكرنا إنه كل يوم يوم للأم، سواء اللي الأمهات الموجودات أو اللي يرحمهم الراحلات أو اللاحقات، يعني اللي حيصيروا أميات. فطبعا كل يوم في السنة وكل أمياتنا إن شاء الله بألف خير، ويهنيهم يا رب ويسعدهم. أنا كنت محضر لك أغنية بس خليها لبعدين. أنت هتغني يعني؟ لا 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 لا, لا. وإذا مش هتغني مش هينفع. لا. دكتور هشام أنت محضر لنا شوية أخبار، إحنا معك تفضل. أيوة طيب طبعاً أول شيء طبعاً نحن بنرحب بالجمهور، وشكراً كثير على جميعاً على حضوركم. طبعاً أن الأخبار اليوم بحلتها الجديدة، هنحكي عن أخبار الأسبوع. الأسبوع كان غني بالأخبار، بس نحن اخترنا يعني التوب فور.
في موضوع العلاقات الدولية، اضطرابات بين روسيا والولايات المتحدة بعد مقابلة مع الرئيس بايدن، أعتقد كانت على CNN، اتهم فيها الرئيس بوتين بأنه قاتل. يعني لما سئل قالوا له تعتقد أنه قاتل؟ قال بدون تردد، قال نعم، مما دعا روسيا أنها تستدعي سفيرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لنا في كندا، طبعا السفارة الصينية في قضية، بنعرف قضية المعتقلين اثنين بتهمة التجسس في الصين، السفارة الصينية تصف كندا بالمنافقة والمتغطرسة. طبعا صار في رئيس الوزراء ترودو رد عليهم، وصار في مناكفات هون وهون، بس يعني هذا المختصر اللي حابين نحكيه في هذا الخبر. بالنسبة للأمن المحلي، استطلاع جديد من شركة إبسوس، طبعا شركة معروفة اللي هي شركة استطلاعات وإحصاءات، يؤكد الاستطلاع أنه أكثر من نصف الكنديين يعتقدوا أو بيؤمنوا كمان أن العنصرية الممنهجة مبنية في كافة المؤسسات الكندية سواء حكومية أو خاصة. طبعا وتحقيق بيكشف عن معاملة عنصرية لشرطة الـ RCMP مع عائلة من السكان الأصليين. من النادر جدا طبعا نعرف أنه ينحكى في قضايا زي هيك أو تحقيقات تطلع على العلن عن بالذات شرطة الـ RCMP، فهاي من الأحداث النادرة اللي عم تحصل. طبعا نذكر برضو انه العنصرية عم بتزيد عالميا، والاسبوع اللي فات في اتلانتا بامريكا في شخص هاجم عدة او يعني هاجم بالنار بضرب النار عدة اسيويين، راح ضحيتها 8 منهم في اتلانتا بامريكا. من القضايا في موضوع الصحة، وزارة الصحة الكندية تكشف في مراجعة دقيقة انه نظام التنبيه المبكر لجائحة كورونا اللي هو بلش شهر 12/2019 لم يعمل جيدا، وانه طبعا كان بيحكي التقرير بيحكي بتفاصيل انه كان في مشاكل وما تم التنسيق مع الخبراء الدوليين او حتى يعني جيراننا في الدوليين او حتى مع ال WTO. مظبوط، التقرير طويل اللي حاب يشوفه. وكندا تهبط الى الدرجه 15 على المؤشر العالمي للسعاده، واحدة من الأشياء اللي أثرت فيها كمان طبعا إحنا لأول مرة منصير بعد من مدة طويلة منصير بعد أمريكا. أمريكا صارت 14، نحن صرنا 15. طبعا واحدة من الأشياء اللي أثرت على مؤشر السعادة هي عوامل الصحة النفسية في 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 كندا. الخبر الأخير اللي حابين نحكي عنه جائحة كورونا. بالنسبة لجائحة كورونا، بايدن يسمح بإقراض بين كوتيشنز كندا 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، وترودو رئيس الوزراء ترودو بيشكره على هاي المبادرة. طبعا مش بس ترودو، كان في كتير من المقاطعات من ضمنها مقاطعة أونتاريو والبريميوم دوغ فورد شكروا على هذا الموضوع. هاي كانت أخبارنا اليوم. بس قبل ما ندخل لموضوع الحلقة، أنا حابب نشوف إذا حدا من ضيوفنا أو أهل البيت تحديداً، الأستاذ حسن والدكتور نور، عندهم أي تعليق؟ أستاذ حسن نبدأ فيك. أولاً شكراً هشام، دكتور هشام. سأعلق فقط على موضوع العنصرية الممنهجة. تفضلت وقلت أن العنصرية تزداد حول العالم. لست متأكدة إن كانت العنصرية تزداد أم أن فضح العنصرية يزداد. الذي يحصل الآن هو أننا نكشف، يتم الكشف عن المستور. فيما مضى كانت كل هذه إما أمر طبيعي أو لا يتحدث عنه أحد، بينما الآن بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وبوصول الإعلام وشيئا فشيئا بدأت الأمور تخرج إلى العلن. أما فيما مضى كان كما قال جبران خليل جبران، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. الآن بدأت الأمور، لم يعد بالإمكان التغطية على هذه الأمور كما كان يحصل فيما مضى. هذا لا يعني أنه ليس هنالك ازدياد للعنصرية، ربما هنالك ازدياد للعنصرية، ولكن من المؤكد أن كشف الأخبار عن العنصرية يساعد الضحايا بالكلام تماما، كما حصل مع قضايا التحرش والاعتداء على السيدات، الموجة التي عرفت باسم ميتو،
أنا أيضا عندما خرجت هذه الموجة لم يكن اعتداء جديدا على النساء، كانت هذه أمور تجري من سنوات، عقود، ربما قرون من الزمن، ولكن لم تكن تخرج للعلن. الآن أصبحت تخرج للعلن، ومن من من هذا المنبر أشجع الجميع ممن هو شاهد أو ضحية لتوجه عنصري ألا يسكت، لأن الصمت هو عدونا، ليس فقط العنصريون هم أعداؤنا، الصمت والسكوت يضر أكثر بكثير، يضر ويساعد العنصريين. إذن يجب كشف المستور، ويجب توجيه أصابع الاتهام، ويجب فضح هذه الممارسات التي كانت دائما تحت الطاولة وخلف ولا يسمع بها أحد. أنا بس حابب قبل ما نروح للدكتور، أنا لما قلت زيادة العنصرية يمكن نسيت شغلة، زيادة العنصرية ضد الآسيويين تحديدا اللي كنت بأحكيها، لأنه بعد جائحة كورونا بالذات يعني صاروا الناس يتهموا، لأنهم طبعا في كانوا ناس بيقولوا ناش نحكي أساميهم اللي دائما بيقولوا بيطلعوا بيقولوا فيروس الصين وغيرها، والصين كانت السبب، صاروا يتوجهوا للاعتداء على أي حدا يعني بفكروا صين إنهم الآسيويين. إحنا بنحكي هاي تحديدا، أنا سوري نسيت أقول هاي ضمن الخبر، بس في زيادة فعلية بسبب جائحة الكورونا. طبعا إحنا عارفين إنه العنصرية زي ما ذكرت أستاذ حسن موجودة من زمان ويمكن كتير، وكان الإبلاغ عنها قليل. وعلى فكرة أنا بس حاب أشير لشغلة، إحنا كنا في اجتماع، أنا كنت في اجتماع مع الوزير عمر الغبرة والوزير بلير قبل فترة، نزلت عن قناة كنار، وهي كان الموضوع عن الجن كنترول، عن سياسة اللي هي تحكم أو سيطرة على السلاح. وأنا واحد اللي سألته السؤال إنه قبل ما نحكي عن سياسة تحديد السلاح لازم نحكي عن العنصرية في الجيش وفي الشرطة، لأنه في ناس عم تشتري سلاح لأنها بطلت تحس في الأمان حتى مع الجيش والشرطة. حنحكي عن الموضوع يمكن في حلقة تانية، بس طبعا نقطة أساسية مهمة جدا اللي الأستاذ حسن حكيتها، وإحنا دائما في قناة كنار بنحاول نطلع هاي المشاكل، مشاكل العنصرية، لما عشان نظهر صوتنا كجالية وكماينوريتيز. أنا ما ذكرتش الجالية العربية، قلت كماينوريتيز كلياتنا. إن شاء الله يعني هنحكي عن الموضوع يمكن في حلقة تانية. ننتقل للأستاذ نور. لا أريد أن أخذ وقت غيري، ولكن بسرعة، حتى العنصرية ضد الأسيويين كما تقول، حتى هذه لم تكن جديدة في الحرب العالمية الثانية. طبعا آلاف اليابانيين صدرت أملاكهم وصدرت حرياتهم ووضعوا في السجون لمجرد أنهم من أصول يابانية، لأن اليابان والحلفاء كانوا في الحرب العالمية الثانية. يعني لم ينظر إلى هؤلاء الناس كمواطنين كنديين، وإنما نظر لهم كأسيويين أو كيابانيين. عفواً على المقاطعة، عفواً دكتور نور. لا صح، إحنا بنقول يعني العنصرية دائماً موجودة، بس لما بصير حدث معين زي ما صار في 9/11 وتوجهت العنصرية ضد المسلمين، هلأ خفت يمكن شوي على المسلمين لأنه صار في تارجت تاني، بس هي العنصرية نفسها بتنزل وبتطلع هون ومن هون. يعني الله يخلصنا منها. دكتور نور حابب تعلق على أي؟ يعني موضوع العنصرية الممنهجي موضوع شائك جداً، يشمل جميع القطاعات كما أشرنا إليه سابقاً. الجدير بالذكر أنه في موضوع جائحة الكورونا ارتفع منسوب العنصرية ضد الآسيويين بشكل غير مسبوق، وهذا حصل يعني في أوائل الجائحة. يعني الكثير من جاليات، يعني أنا قيلت لي بأكثر من مكان أنه ليقطعون المطاعم الصينية، لا يذهبون إلى أماكن في تشاينا تاون وما إلى ذلك، وكان يعني كان مؤشر سيء منذ البداية. لاحظت في طلابي في الجامعة الكثير منهم اللي يعني رفعوا هذا الشعار انه نحن تمارس ضدنا عنصرية قبل ان نذهب الى التعليم عن بعد. في الاسابيع الاولى كانت الاخبار تاتي من ووهان، وكان الصينيون او الذين هم من اصول صينية يتابعون عن كثب بطريقة أكبر وأحسن.
وكان كثير منهم اللي يعني رفعوا هذا الشعار انه نحن في اكو بالصوت. لا انا كنت احاول ان اعيد النشر على صفحه اخرى. اوكي ولكن اسكت. النتيجه تفضل كمل. فالكثير من ابناء الجاليه الصينيه كانوا يضعون الكمامات عندما لم تكن يعني الشيء الدارج في الصف في الجامعه، لانهم كانوا يعملون بطريقه غير مسبوقه. القشة التي قسمت ظهر البعير جاءت ما حصل في أتلانتا منذ أيام قليلة، لم تكن مستهجنة، كان من المتوقع أن تحصل هذه الأمور في وقت مبكر، بالأخص من وقت التحريض من الرئيس السابق ترامب الذي يعني يكاد لم يمر خطاب إلا أن يشير إلى الفيروس الصيني، بعدما أن أثبت كل العلم الصين لا ناقة لها ولا جمل في موضوع بداية الفيروس، لكنه وظفه في السياسة تماما كما يحاول الآن الرئيس بايدن في موضوع بوتين. يقال أن بوتين كان أقرب إلى ترامب وكان يريد أن ترامب يربح، وأنه علاقة ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كانت قوية مع أوكرانيا وكان له علاقات مشبوهة أثيرت وقت الحملة الانتخابية، فمن مصلحة الرئيس الحالي بايدن أن يشير بالبنان إلى بوتين وأن يتهمه اتهامات كبيرة. الجدير ذكره أيضا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هما عملاقان في العالم، لم يعرى العالم أحد القطب، الصين وروسيا من جهة كيفان بالمرصاد الولايات المتحدة الأمريكية، لن يجرؤ الأمريكيون أو الروس أو الصينيين على طرد سفراء حتى من أراضيهم، لأنه هذا بمثابة إعلان حرب، يفعلونها مع دول صغيرة، لكن استدعاء سفير هو بمثابة احتجاج. كنا رأينا أنه في حالات أخرى أقفلوا قنصليات، طردوا دبلوماسيين، لكن موضوع العلاقات الدبلوماسية يبقى الأكبر، علما أنه الدولتين هما من صاحبة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. ما إذا تطورت هذه المسائل بين الرئيسين لا تؤخذ على المستوى الشخصي، بالمنظور الدولي هنالك ضوابط كبيرة يتعاون فيها الروس والأمريكان، يتعاونون الآن في الفضاء، يتعاونون في الحد من الأسلحة النووية، يتعاونون في الكثير من الأمور، وأن ما يعلن في الإعلام أن الرئيس بوتين قاتل أو الرئيس فلاني خلل هو بس مجرد فقاعات لا تصرف في خارج السياسة. نعم. دكتور جمال، بس قبل ما نخلص أنا بس ما فهمت الشيء، يعني بينك دكتور، يعني الدكتور الميديكال بيناتنا، شو يعني إنها أمريكا بدها تقرضنا 1.5 مليون، يعني بعد ما نخلص منهم حنسحبهم من 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 دمنا ونرجعهم؟ انا ما فهمت. هو قبل اسبوع بالضبط سئلت الاداره، مش بايدن، سئلت الاداره عن ما اذا كانت الولايات المتحده ستخرج اي من اللقاحات المصنعه في الولايات المتحده لدول المكسيك وكندا، وفي هذاك الوقت صرحت الاداره بشكل جازم انها لن تخرج اي لقاح من امريكا الا بعد تلقيح جميع الامريكان، لكن على ما يبدو أن هناك بعض المناورات السياسية لتحسين الوضع مع الجيران، وأتوقع هذا هو السبب. الرقم ليس بكبير بالنسبة للولايات المتحدة، 1.5 مليون أعتقد للمكسيك، 1.5 مليون لكندا، الرقم 4 ملايين، يعني ليس بالكبير، ولكن أتوقع هو شيء لتحسين الوضع السياسي مع الولايات، مع جارتين. يعني إذا في مثل فلاحي قديم بيقول إذا بدك تبسط المعطر
تضيع له الحمار وتلاقي له اياه. ايوه قالوا له انه ما بدنا نعطيكم فيه، ورجعوا قرروا انه يعطونا. كندا عم تشتري اللقاحات، عم تدفع ثمنها للشركات، لان الولايات المتحده الامريكيه تحت اداره ترامب قررت انه ما تخرج هذه اللقاحات الى حتى تعطي الادويه للامريكيين. جاء بايدن لم يغير في السياسه، الاداره الامريكيه طرحت نفس الشيء. اليوم هم يعطوننا يعني انه اللقاح اللي راح يجيكم بعد شهرين راح نعطيكم اياه قبل كم شهر، ونرجع ناخذه نحن من الدفعه اللي انتم اشتريتوها بشهر ايار. يعني مش حيسحبوه منا من الدرع، مش حيحطوا. لا حيسحبوه لحالك، مش حيسترجعوا. طمن بالك دكتور هشام، طمن بالك. يعني اصل الموضوع بصراحه الموضوع السياسي فيه نكت بصراحه. نعم طبعا دكتور جمال عند لك ال يس. اليوم بدي نحكي عن موضوع مهم جدا. يعني كثير من الاشخاص اللي بيجوا على كندا بتوقعوا انهم جايين على دوله بذاتها وبحكمها، واول سؤال بيسالك مين رئيس كندا، واحنا بنقول له ملكه بريطانيا، فبيقول لك كيف ملكه بريطانيا؟ وهنا تبدا النقطه. نحن جزء من اتحاد دولي يسمى بالكومنولث. اليوم سنناقش هذا الموضوع، ما هي امم الكومنولث، لماذا يوجد هذا الاتحاد، ما الفائده منه، وخاصة أنه في بعض الكنديين الآن يطالبون من الخروج من هذا الاتحاد، فإذا خرجنا ما هي الخسائر، وإذا بقينا ما هي الحسنات وما هي الخسائر. هذه تقريبا الموضوع اللي حنتكلم فيه. بالبداية يمكن أسأل الأستاذ حسن لو بعرف لنا شوي الكومنولث عشان الناس تعرف ما هي دول الكومنولث. قبل ما يجاب أستاذ حسن، بس عشان أقول شغلة، لأنه إحنا صغار درسونا عن الكومنولث، او مش عارف، بس كانوا يسموه بالتاج البريطاني. يعني كانوا يقولوا مثلا كندا واستراليا ونيوزيلندا تحت التاج البريطاني. هل هذا التعريف صحيح؟ هل هم اثنين في خلال جوابك نفس الشيء؟ ما بعرف، لانه انا حابس عشان نوضح، لانه كثير يمكن من العرب بيعرفوا كلمه التاج البريطاني اكثر من الكومنولث اللي جايين من الدول العربيه. هنا عفوا هنالك علاقه ولكن ليس نفس الشيء. يعني مثلا ملكة بريطانيا هي ليست فقط ملكة بريطانيا، هي ملكة بريطانيا و 15 دولة أخرى، ولكن ليست ملكة كل دول الكومنولث. مثلا الهند عضو في الكومنولث ولكنها جمهورية، وغيرها من دول أخرى، مثلا قبرص مثلا عضو في الكومنولث ولكن ليست تابعة للتاج البريطاني. التاج البريطاني، يعني هنالك فرق ما بين الكومنولث والتاج البريطاني. الكومنولث هو اتحاد أممي ما بين، طبعا القاسم المشترك أن كل هذه الدول التي هي أعضاء في الكومنولث كانت فيما مضى مستعمرات بريطانية، ولكن حتى هذا لا يعني أن كل المستعمرات البريطانية السابقة هي أعضاء في الكومنولث. مثلا عندك مثلا إيرلندا كانت مستعمرة بريطانية وهي ليست في الكومنولث. دول الخليج العربي كانت تحت السيطرة البريطانية ولكن ليست أعضاء في الكومنولث. إذا بشكل عام دول الكومنولث هو اتحاد ما بين معظم، لا أقول كل، ولكن معظم المستعمرات البريطانية السابقة، وهو اتحاد تقريبا كما هو اتحاد الفرنكوفونية مثلا، اتحاد ثقافي، اتحاد حسب دساتيري او لا نقول دسور، حسب انشطته، هو يعمل للحفاظ على البيئه، للمواضيع الثقافيه، المحافظه، الدفاع عن حقوق الانسان، عن الديمقراطيه، عن الشفافيه، ولكن ليس عنده آلية ملزمة كما هي الأمم المتحدة مثلا. وبإمكان الدول ككندا مثلا، كندا عضو في الفرنكوفونية وعضو في الكومنولث مثلا. إذن الدول الأعضاء في الكومنولث هم 54 دولة، وهم تقريبا ثلث سكان الدول التابعة للكومنولث هي 1.7 مليار.
الهند أكبر إشي يعني كف. الدول الكبرى في الكومنولث طبعاً عندك الهند، عندك باكستان، عندك ماليزيا، بنغلاديش، بنغلاديش، وهذه من الدول الكثيفة السكان. الدول الأساسية التي تعتبر ملكة بريطانيا، هي ملكتها أو تحت هي التاج البريطاني، عندك طبعاً الدول الأساسية هي كندا، بريطانيا، نيوزيلند، وأستراليا، وهي أربع دول، ومن ثم 12 دولة صغيرة. هذه ملكة بريطانيا هي رئيس دولتها. أوكي. هذا هو أوكي. ولكن بالكومنولث رئيس الكومنولث هي ملكة بريطانيا، ولكن ليست رئيسة الدولة كما قلنا، هي رئيسة الكومنولث. ولكن دول الكومنولث هنالك جمهوريات كما قلنا، الباكستان وبنغلاديش والهند مثلا. وحسب دستور أو حسب النظام الداخلي للكومنولث، ملكة بريطانيا يعني إليزابيث الثانية هي ملكة الكومنولث، ولكن هذا ليس وظيفة وراثية. يعني نعرف أن الملكة هي ملكة لأن أباها كان ملكا، وابنها إذا 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 توفيت قبله قد يكون ملكا بالوراثة، ولكن لا يعني أن الملك الجديد لبريطانيا سيكون تلقائيا ملكا للكومنولث. دكتور، وحتى التذمر عندما تفضل دكتور، ربما أن تقول أن هنالك العديد من يطلب من يطالب الخروج من الكومنولث. بالحقيقة التذمر ليس من الكومنولث. الكومنولث كالفرنكوفونية مثلا، كاتحاد دول المحيط الهادئ مثلا أو كذا، يعني الناس لا تشعر كثيرا بوجوده ولا تتذمر. عندما يطالب الناس بالخروج خاصة في كندا مثلا وحتى في إسرائيل، هو الخروج من سيطرة التاج البريطاني. أوكي، الآن وضحت. أوكي، وضحت. الخروج من تحت عباءة التاج البريطاني، يعني نحن يجب أن يكون عندنا رئيس دولة مثلا. نعم. هناك دول تطالب أن تصبح جمهورية. واضح. أو يكون ملكا من داخل البلاد. نعم. أما الانتماء للكومنولث كما هو الانتماء للدولة للفرنكوفونية مثلا، نعم، لا يقدم كثيرا ولا يؤخر كثيرا، وإنما هي رابطة ثقافية ورابطة اجتماعية وسياسية. الدور المهم الذي لعبه الكومنولث، طبعا الكومنولث تطور، دور الكومنولث تطور مع الوقت. هو بدأ في عام 1931، الدول التي تحدثنا عنها استراليا ونيوزيلند وكندا وبريطانيا، دخل بدأت بالكومنولث مع بداية الكومنولث عام 1931. الدول الأخرى دخلت عند حصولي على الاستقلال. هذه الدول دخلت عند حصولها على الاستقلال. تطور الدور الكومنولث فيما مضى. عندما أسس عام 1931، الأكثرية العظمى من هذه الدول كانت لا تزال مستعمرات بريطانية. مع الوقت استقلت هذه الدول، وبالتالي تأثير الكومنولث عليها وعلى سياساتها الداخلية يتضاءل يوما بعد يوم. ولكن يعني من الأمور المهمة التي لعبها الدور الذي لعبه الكومنولث مثلا، هو إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. كانت أفريقيا العنصرية، أفريقيا البيضاء، جنوب أفريقيا العنصرية الأبرتايد، كان عضوا في الكومنولث. ووقتها كان براين موروني رئيس لوزراء كندا، وكان ريغن رئيس الولايات المتحدة، وأقنع موروني الرئيس الأمريكي بضرورة وضع ضغوط على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا للتحول نحو الديمقراطية ونحو المساواة. وفعلا لعب الكومنولث دورا مهما في هذه الناحية، وسرع في قضية في إسقاط نظام الفصل العنصري. نعم. أنا بدي أسأل سؤال دكتور نور. يعني إحنا مع التجمعات، يعني نتمنى أن تتجمع الدول العربية وتصبح وحدة عربية، نرى توحد كبير بين الاتحاد الأوروبي في كثير من الأمور وخاصة الاقتصادية والسياسية منها. هل الكومنولث يلعب هذا الدور نفسه، دور اقتصادي سياسي؟ الكومنولث هو نادي سياسي أكثر من هو أي شيء آخر. يعني هنالك قوانين تحكمه،
كما أشار الأستاذ حسن بدأ بال 1931، ولكن صار في عليه تعديلات كثيرة. أهم يعني أحد المؤتمرات اللي صار بهراري بالعام 1997 وضعوا قوانين للدخول على الكومنولث. هلأ الدول يحق لها بناء على حكوماتها أن تقرر حسب أولويات. يعني مثلا في غامبيا الرئيس جماحة بالعام 1913 حصل على أغلبية في الحكومة وقرر شخصيا أنه تخلي عن الكومنولث وأخرج دولته من عضوية الكومنولث في غامبيا. أداما بارو اللي هو جا الرئيس بعده بال 2018 قرر العودة والدخول في الكومنولث. بالسودان جنوب السودان مثلا عندما استقلت كدولة الآن تتطلع إلى أن تصبح عضوا في الكومنولث. يقال أنه هذه القوانين التي وضعت أو القواعد التي وضعت في مؤتمر هاري هي اللي إذا الدول بتحب أن تنتمي إلى الكومنولث يعني ألو جمد الصوت أعتقد صار في فريز عند الدكتور نوران. أوكي. الأريثما يعود نور. توضيح بسيط لقارنت حضرتك بين الاتحاد الأوروبي والكومنولث. الاتحاد الأوروبي هو كيان سياسي، كيان سياسي واقتصادي له قوانين وله سلطة وله عملة مشتركة ومشاكل. الكومنولث ليس بهذا المقدار من الوحدة السياسية والاقتصادية والقوانين، لا. كما فقال الدكتور نور هو تجمع سياسي اجتماعي اقتصادي، ولكن ليس عنده قرارات ملزمة. يعني كلنا يذكر مثلا عندما أرادت أن تخرج بريطانيا البريكزيت من الاتحاد الأوروبي الصداع الذي شببته لنفسها وللاتحاد الأوروبي، وكم كان صعبا بالنسبة لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. طب انا بدي ارجع بالسؤال للدكتور نور، اتوقع انه معانا. طب ايش الفائده من هذا الكومنولث؟ يعني لا هي دفاع زي الناتو، ولا هو زي اقتصادي زي الاتحاد الاوروبي، ولا سياسي بحت مثل الاتحاد الافريقي مثلا. ايش يعني بريطانيا او التاج البريطاني كانت المنظومه التي لا تغيب عنها الشمس، تحاول أن تبقي على بعض من ذلك. وعندما خسرت موقعها كدولة متقدمة في العالم أمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، أصبحت أكثر فأكثر توسع هذه الدائرة. كما أشار الأستاذ حسن، يعني بال 1931 معظم هذه الدول التي هي كانت أعضاء في الكومنولث كانت تحت الاستعمار البريطاني. استعمار مباشر. كانت اليوم انت يمكنك ان تحول موضوع الكومنولث، يعني تعمل مقارنه مباشره مع الفرنكوفونيه. بهذه الطريقه يعني النادي هو نادي سياسي ثقافي بحت. قد يكون اعضاء في هذا النادي يعني على اعداء. يعني لن نذهب بعيدا، الهند وباكستان الدولتين هما تحت راية الكومنولث في نفس النادي، لكن الدولتين كانتا على حرب مستمرة، نزاع كامل متكامل حول مير، دائما سباق نووي وتسلح نووي بين الدولتين. الدولتين يعني تحاولان أن تذهب إلى أندية مختلفة في التسلح والتقدم والعلاقات التجارية وما إلى ذلك. نرى أنه باكستان مع الطريق الحرير والصين أكثر من الهند التي تكون ميالة أكثر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان. فليس هناك ترابط عضوي بين أعضاء رابطة الكومنولث أو نادي الكومنولث كما نراه مثلا في اتفاقيات الدفاع في الناتو او الاتفاقات الاقتصاديه والتجاريه في الاتحاد الاوروبي. واضح. توضيح لما قال الدكتور نور، اعطى مثلا عن شبه القاره الهنديه. الكومنولث ابتدى عام 1931،
شبه القارة الهندية كلها كانت مستعمرة بريطانية محكومة مباشرة من قبل جيش التاش، جيش البريطاني. الهند وباكستان نالا استقبالهما عام 1947. البنغلاديش عام 1971. عن باكستان اصلا انفصلت عن التاج البريطاني 47 كجزء من باكستان، ومن ثم اخذ استقلالها كبنغلاديش عام 1971 وهم الان في الكومنولث. اما عندما بداوا كاعضاء في الكومنولث كانوا مستعمره بريطانيه بحته. نعم. طيب دكتور هشام، على علمك انا بعرف انه في العاب، دوره العاب للكومنولث، العاب رياضيه، اتوقع انه في بعض المنح تعطيها بعض الدول الغنيه للفقيره، هل في مساعدات ايضا من هذا النوع وبتدخل بعض الدول الفقيره بهذا الكلب زي ما نحكي عشان تاخذ هاي المساعدات؟ انا يمكن معلوماتي في هذا الموضوع مش كتير، بس اللي بعرفه واللي ممكن يوضحوا لنا اياه برضه اللي قراته عن الموضوع، انه في ممبرشيب في الكومنولث، يعني في دول تقدر تدخل تطلب الدخول في الكومنولث، في فورمات بيعبوها، في دوكيومنتس بتنعم. طبعا هو حسب ما فهمت ان الكومنولث ابتدى بمبادره بريطانيه مع الدول اللي كانت بتعملتها، بس هلا في ممبرشيب، وحتى في شروط للالتزام، وفي واجبات لازم يعملوها دول الكومنولث. في كمان اذا اخترقت اي واحدة من الشروط ممكن يصير في سسبنشن، او يعني تجميد للعضويه، او حتى تيرمينيشن او طرد من العضويه. اللي بعرفه كمان انه دول الكومنولث بتشترك احيانا في شغلات زي منح دراسيه بسموها، انا من الناس اللي قدمت عليها مره، لا من شان الماسترز، وهذا اللي هي منحه الملكه بسموها، او من اللي هي يعني سكولرشيب، كوينز سكولرشيب او سمثينج لايك ذس. طبعا هذا يمكن ما بيمشي على الكل، بس انه حسب قوانين الدوله. بس انا اللي بدي، اللي كمان حابب ممكن يوضحوه اكثر، لانه انا قرات عنه بس موضوع كتير معقد، وموضوع الممبرشيب، لانه اللي بتحكي عنه دكتور جمال اعتقد من شروط وملزمات الاعضاء في الكومنولث، اذا استاذ حسن او الدكتور نور حسن. الموضوع اوكي. بالنسبه لي السؤال اصبح متشعبا، وساحاول ان اسهل الجواب. ببدايه بالنسبه للالعاب، العاب الكومنولث الدكتور جمال، طبعا هنالك مباراه. الفرق ما بين المباراه الاولمبيه والكومنولث، في الاولمبيه تشترك الدول، بينما في الكومنولث يشترك المواطنون، يعني الرياضيون أنفسهم يشتركون فيها، وطبعا هم مواطنون من دول الكومنولث، يعني يجب أن تكون دولته عضو في الرياضي مثلا، يجب أن يكون مواطنا في دولة عضو في الكومنولث، ولكن هو يشترك كمواطن ولا يشترك كممثل عن دولة مثلا. يعني أوضح، بيقدم كإنديفيدجوال مش كمرشح من الدولة، يعني الدولة ما بتقدم عنه، هو بيقدم على قد ترشحه دولته، ولكن لا يذهب كفريق يمثل. شرط ما بقولك، يعني مش شرط انه ترشح الدولة زي الأولمبيات، يعني بيقدر يقدم individual ما بيهمه. النقطة الثانية بالنسبة للمساعدات في الكومنولث، طبعا في العالم 42 دولة تعتبر دولة صغرى. ما هو تعريف الدولة الصغرى؟ الدولة التي عدد سكانها أقل من 1.5 مليون. هنالك شروط أخرى مثلا، ولكن ثلاث أرباع هذه الدول الصغرى هي أعضاء في الكومنولث. 34 دولة من 42 هم أعضاء في الكومنولث، لأن يعني من ناحية التاريخية ما الذي حصل؟ مستعمرات بريطانيا أصبحت أعضاء في الكومنولث. بريطانيا لم تكن كل مستعمراتها آهلة بالسكان كالهند والباكستان مثلا، جزر صغيرة كجزر سولومون وجزر هنا، والجزر التي كان موقعها استراتيجيا في المحيطات، الكاريبيان وباربيدوس. جزر صغيرة بجميع أنحاء المعمورة، كان الأسطول البريطاني بحاجة لهذه الجزر لأسباب استراتيجية، واحتلتها بريطانيا، فأصبحت هذه مستعمرات بريطانية. مع الوقت عندما نالت هذه المستعمرات استقلالها، هي دول صغيرة أصبحت أعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء في الكومنولث، ولكن هي صغيرة، وبالتالي في دائرة معينة من الكومنولث، إدارة معينة في الكومنولث لمساعدة هذه الدول الصغيرة. أوكي
يعني هذه يعني آمل أكون قد أجبت على السؤال. يس يس يس. دكتور نور، الآن نرجع لموضوع كندا لأنه يمكن هو أكثر شيء. كندا هي جزء من الكومنولث وهي أيضا تحت التاج البريطاني. سنة 82 صار تغيير كبير في، احنا حكينا عنه سابقا، بس لو تذكر إيش اللي صار، ليش صار في تغيير وجاءت الملكة وقعت شيء هنا في كندا؟ يعني في الـ 1988 قدم رئيس وزراء ترودو بالشارتر اوف رايتس، وصار في الريباتريشن اكت اللي هو على اساسه انه بتعطى كندا مش بحاجة ترجع للتاج البريطاني بكل قراراتها. كان في اتفاقات كثيرة بين الحكومة الفيدرالية والبروفنسز لتمضي على الشارتر اوف رايتس والريباتريشن اكت، اللي كان على اساسه يحاول رئيس وزراء ترودو انه يعطي كيبك التي كانت تحاول دائما ان تنفصل انه نحن كدولة لسنا تابعين لبريطانيا مثل يعني بطريقة كلية، وهي كانت يعني فرصة استقلالية واحدة. على أساسها وقعت Charter of Rights وصار في Repatriation Act، وجاءت الملكة ووقعت على هذا القرار، ووقعه كل المقاطعات الكندية باستثناء كيبك التي كانت ولا زالت يعني في أغلب الأحيان تحاول أن تنفصل كليا وتماما عن التاج البريطاني. وفي بعض الأحيان عندما كانت كيبك قيادة البارتي كيبكوا وبالأخص في أيام ريني لبك تحاول أن تنفصل كدولة مستقلة تماما. وهذا يعود بالتاريخ يعني إلى زيارة شارل ديغول في العام 1967 وقال لهم فيف لو كيبك ليبر، يعني كانت الحركات الانفصالية في كيبك تتقدم وجاء طرحه لأنه تعيش كيبك حرة مستقلة يعني في ما معناه. وهذا هو الجزء الأساسي في هو استقلال جزئي، يعني نحكي استقلال في شق قانوني، يمكن الأستاذ حسن بيفيدنا فيه أكثر عليه عن الموضوع الريباتريشن أكت. الناحية القانونية الذي تحدث عنه الدكتور نور صحيح ودقيق، ولكن هذا الناحية السياسية. الناحية القانونية، قبل عام 1982 أي تعديل دستوري لكندا كان يجب أن يوافق عليه البرلمان البريطاني، يعني لم يكن لكندا استقلالها السياسي والبرلماني. حتى كان هنالك حالات استئناف قضائيا كان بالإمكان، إذا يعني مثلا تدرج في الاستئناف في القضايا القانونية القضائية أمام المحكمة الدنيا ومن ثم محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا Supreme Court of Canada، ولكن بعد ذلك كان هنالك استئناف آخر إلى بريطانيا. ولكن هذا توقف عام 1982 كما تفضل الدكتور نور. ولكن احتجت، كان هنالك طلب من بريطانيا أن تعطي نوع من الفتوى السياسية إذا كان يحق لكندا أن تتقدم لبريطانيا ولتنفصل عن لتقطع حبل لتقطع هذه العلاقة البرلمانية مع بريطانيا، وكان الجواب نعم، ولكن يجب أن يكون هنالك نوع من الإجماع ونوع من الأكثرية. ومن هنا كان هنالك في البرلمان في الدستور الكندي الذي وقع عام 82 الورقة التي تتحدث عنها الدكتور جمال أن الملكة أتت ووقعتها هنا، وفي ذلك الوقت كان وزير العدل جون كريتيان، بشقين: الشق الأول الذي هو الدستور، والشق الآخر الذي هو شرعة الحقوق والحريات الكندية. وكان بيير إليوت ريدو حريصا جدا على أن تكون شرعة الحقوق والحريات الكندية جزءا من الدستور الكندي في وقتها، ليستطيع تمرير الدستور كما اقترحت بريطانيا وقتها، أنه يجب أن يكون هنالك آلية لتعديل الدستور. يعني أمر جميل أن نعطيكم الدستور
وأن نتوقف عن تعديله أمام وأن نقطع إمكانية البرلمان البريطاني من إمكانية تعديل الدستور الكندي، ولكن ما هي الآلية التي ستحل محل البرلمان البريطاني؟ ووقتها اتفقوا على آلية أن يجب أن تكون إن لم تخن الذاكرة 7 مقاطعات تشكل نسبة مئوية معينة من سكان كندا الذي توافق على التعديل. ولكن هذا أتى الدستور الكندي، ومنذ ذلك الوقت لم يستطيعوا تعديل كيبك، لم توافق على التعديل، على جلب الدستور من بريطانيا. وقتها كان الحكومة الاستقلالية حكومة ريني ليفيك، ولكن بعد حكومة ريني ليفيك أتت حكومات ليبرالية كثيرة، روبير بوراسا وجون شاري وكويار، كانت حكومات ليبرالية توجه فيدرالي، ولكن لم تستطع أن توقع على الدستور الكندي. يعني الدستور الكندي يطبق في كيبك كما يطبق في كل المقاطعات الأخرى، ولكن بين الفينة والأخرى يقول الكيبكيون أننا نحن يطبق علينا دستور فرض علينا من الآخرين. أوكي. هذا الكلام لا معنى له في القضاء. عندما تذهب أمام القاضي لا تستطيع أن تقول له ولا هذا الدستور لا ينطبق عليه، أنت مواطن في كيبك، أنت مواطن في كندا، فإذا هذا القانون ساري المفعول عليك كما هو ساري على غيرك. نعم. وسن القوانين في كيبك أيضا يسري بنفس الطريقة اللي يسري فيها في باقي المقاطع. طبعا يعني لم يتغير أي شيء في حياة الناس العادية، حياتي وحياتك وحياة الدكتور جمال وأي من المستمعين لم يتغير أي شيء، ولكن قانونيا ودستوريا أصبحت كندا مستقلة برلمانيا إن شان التعبير، وقضائيا عن التاج البريطاني، عن حكومة بريطانيا، ولكن لا تزال تحت التاج البريطاني. ولكن حتى التاج البريطاني يقول ملكة بريطانيا وكندا، ويعني هي ملكة بريطانيا، هي الملكة إليزابيث، لا نقول ملكة بريطانيا، هي الملكة في كندا، لا لأنها ملكة بريطانيا ولكن هي ملكة كندا، يعني هي عندها عدة تيجان إن شئنا من بينها التاج بريطانيا، تاج كندا. أوكي، يعني إحنا دولة مستقلة عن بريطانيا استقلال كامل. عن بريطانيا استقلال تام. أوكي. هم الملكة إليزابيث. ولكن الملكة إليزابيث هي ملكة بريطانيا وملكة كندا. أوكي. يعني زي في عشيرة ألف وعشيرة باء، بس القائد العشيرتين واحد. بس هم عشيرتين مختلفة. أصله من عشيرة من العشيرتين. نعم. لا فرض اتحاد عشائر، لنقول 4 عشائر 10 عشائر 16 عشيرة. أوكي. الملكة هو آتي من عشيرة واحدة، ولكنه يحكم كل هذه العشائر ليس باسم عشيرته التي هو من أصلها. قبائل الإنجليزة. نعم. قبائل الإنجليزة. ذكرتني بنكتة عن واحد صاحبنا، بدل ما يقول بريطانيا كان يقولنا إنجليزيا. لا على فكرة هشام، هذا كلام مهم جدا. أنا عملت لفترة طويلة في حقل الطيران، صناعة الطيران، وأكثر العاملين معي كانوا يأتون من بريطانيا. لا تستطيع أن تقول إنجليزي إلا لمن هو إنجليزي طبعا، ولكن عندك الإسكتلندي مثلا والإيرلندي والويلش، هم بريطاني، هم بريطانيين ولكنهم ليسوا إنجليز. يا رايت، في فرق بينهم. طب دكتور نور، احنا سمعنا مؤخرا ويمكن حركات تطلع وتنزل، في ناس بدهم يستقلوا في كندا عن التاج الملكي، وبدها تصير كندا جمهورية زيها زي باقي الدول، لها الحق في انتخاب رئيس. ليش بتصير هذا؟ مدام الملكة مش لا مساوية لا عجين ولا طحين زي ما بيقول. يعني يعني أنا بتنظر لأنظمة الحكم في كل دول العالم تتطور، وعندما ننظر إلى نفسنا نحن دول من العالم الأول المتطور كندا مثلا، يعني
ستضع في الميزان أنه نحن عندما نطرح أمور دستورية بحتة مثلا الاتحاد الكندي ككل أن كل الولايات أو المقاطعات تأتي مع بعضها، أو مؤخرا مثلا استقلالية سناتورز، تعيين سناتورز مستقلين في البرلمان غير تابعين لأحزاب. كل خطوة يعني تدرج جدواها. لا يوجد يعني في عين الكثيريين الكثير من الكنديين جدوى لوجود التاج البريطاني أو لاتباع كندا التاج البريطاني. يعني دور الحاكم العام في كندا هو دور سيريمونيال في أكثر الأحيان، ليس له أي دور سياسي تشريعي. نفس الشيء بالنسبة للتنان جنرالز في كل المقاطعات، هو دور كليا غير يعني سيريمونيال رسمي سطحي ما وليس له أي تشريع. المشكلة تكون أيضا أنه أنت تطرح نفسك كدولة ديمقراطية بينما هنالك خلاف مع وضع الديمقراطية في هذا الاتصال. يعني تنتقد دول لا يوجد فيها ديمقراطية ملكية مثل السعودية مثلا أو أي دولة ذات عندها مملكة. بعض الكثير من الديمقراطيات يتغنون في هذا النظام من الحكم لأسباب غير منطقية. يعني تراها في السويد كمملكة، تراها في إسبانيا كمملكة، وليس لا يحكمون، ليس لديهم دور كبير. في الأردن، في السعودية، في المغرب الملك له دور، هو حاكم البلاد، بينما في تلك الدول هو يأتي بالوراثة لكنه لا يحكم في البلاد. في كندا هناك انتعاض كبير لدى سياسيين، يعني ليس الوضع في كيبك وحدها، هنالك سياسيين في اليمين وفي الوسط وفي اليسار يطرحون موضوع أنه التخلي عن التاج البريطاني لأنه ليس لديه جدوى منطقية في كندا. أحداث مثل التي حصلت مع جولي بايت الحاكم العام السابق تشجع على هذه الخطوة، لكن كما أشار الأستاذ حسن نريد طرح شعبي لهذا الموضوع. وفيما لو كندا لا يمكن لأي حزب أن يطرح هذا الموضوع إلا باستفتاء شعبي، وحتى الآن لم يجرؤ أي حزب من الأحزاب الكبيرة التي حكمت في البلد المحافظين أو الليبراليين على طرح هذا الموضوع في استفتاء، لأنه لم يوضع في أولويات الناس. نحن نرى أمور كثيرة تطرح في الاستفتاءات لتغيير، يعني مثلا ممكن يطرح استفتاء أنه تغيير سن التصويت مثلا بعد ما طرحوا بقانون من 18 إلى 16 أو ممكن يمر أو لا، أو استفتاء على أي شيء يمكن في خلاف عليه كموضوع كندا، مثل موضوع طرح الاستفتاء باستقلال كيبك مثلا. سنبقى رازحين تحت التاج البريطاني باعتقادي أنه حتى يأتي رئيس حزب حاكم يطرحها في استفتاء لن نرى هنالك تغييرا. إذا الكنديين يحق لهم إذا في استفتاء قالوا أنه أكثر من الأغلبية القانونية أنه ممكن ينفصلوا عن التاج. صحيح. أوكي. طب في سؤال لك دكتور يمكن يكمل بس هذا، ما هي الحكمة من وجود الكومنولث؟ هل تعود بالفائدة السياسية أم فقط أم للمواطنين في فائدة؟ إحنا حكينا أنه مش كتير، بس إذا في عندك أي هلأ هنالك في فائدة لبعض الدول التي تحاول أن تطرح نفسها على الخارطة. يعني دولة مثل دولة جنوب السودان الآن تحاول أن ترى التفافا شعبيا، انضمامها إلى أندية كبيرة يعطيها مشروعية أكثر،
فتقدم طلب وإذا قبلت هذه المشروعية. إنه الكومنولث في قواعد تقدمية مثلاً تقول لك إنه نحن مع الديمقراطية في والانتخابات وما إلى ذلك. فوجودك أنت في الكومنولث يعطيك هذه الشرعية حتى لو كان في شوائب بالنظام الديمقراطي عندك، لأن الكومنولث مثلاً كان طرد نيجيريا بال95 بعد انقلاب، وكان طرد باكستان بال99 بعد انقلاب مشرف بال99، وكان صار فيها طرد لأكثر من دولة، ولم تتم الموافقة مثلاً على طلب الفيجي كمان لأسباب دخل بموضوع انقلابات عسكرية. فتعطيك مشروعية انضمامك إلى الكومنولث كدولة، تعطيك مشروعية. ولكن كما طرحنا أنه غامبيا في العام 2013 قررت أن تنسحب من الكومنولث لأنه لم ترى أي فائدة من وجودها في هذا النادي. وعندما جاء رئيس تغير الرئيس في العام 2018 كان في أحد مدرجاته أنه يعود بدولته إلى الكومنولث، لأنه رأى أنه الانضمام إلى ذلك النادي السياسي يعني يعطيه حماية معنوية، أنه دولته هي دولة ديمقراطية ودولته هي بعد دولة حريات وهي عضو فاعل في نادي مع كندا وبريطانيا. وتحدثني هنا خاطرة بسيطة، كنا في بيت قائد الجيش الكندي السابق أندرو لاسلي، لم يكن نائبا وقتها، ودخل عليه رئيس وزراء جان كريتيان، حدثنا عن نقطة كان توني بلير يحاول أن يقنعه بالدخول إلى حرب العراق، فقال له نحن نريد أن نتخلص من الدكتاتوري صدام حسين. جان كريتيان صاحب نكتة قال له إذا كنا نريد أن نتخلص من الدكتاتورية لماذا لا نبدأ ببيتنا، نحن في عندنا موغابي في كانوا في قمة الكومنولث، موغابي دكتاتور، لماذا لا نبدأ في النادي الداخلي ونتخلص من موغابي؟ لكن بعدها بثواني ضربه على كتفه وقال له توني there is no oil there، لا يوجد بترول عند موغابي. ف يعني تعطيك مشروعية حتى لو كنت موغابي، وجودك في هذا النادي قد يعطيك مشروعية. نعم تفضل استاذ حسن. قضية أن طبعا لن نرى دولة كبرى او قوية تقدم طلب انتساب للكومنولث، ليس هنالك حالة أفضلية. بشكل عام هي الدول الصغرى، وتحدث الدكتور نور عن قضية إضفاء الشرعية لهذه الدول، ولكن هنالك فائدة أخرى، الفائدة الاقتصادية، ولا يمكن الاستهانة بها. يعني هذه الدول الصغرى تستطيع الحصول على مساعدات مالية من الكومنولث تماما كما حصل نفس الأسباب التي من أجلها دخلت جزر القمر وجيبوتي والصومال في جامعة الدول العربية. والفرق عند بالنسبة لهم لم يكن حساب، كما يقولون عندنا في لبنان حساب الحقلي مثل حساب البيدر. يعني في بعض الاستثناءات يمكن أستاذ حسن عن موضوع الدول الكبرى، لأنه بالعام 1956 وقت اللي حرب السويس أو ما نسميه العدوان الثلاثي على مصر، وفرنسا يعني كان فرنسا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي، كانت فرنسا رئيس فرنسي طلب من بريطانيا أنه يعملوا اتحاد لهذه الدول أن يكونوا مع بعضهم. أنا أتحدث اليوم لا أتحدث عن 1956. طبعا تغيرت كثيرا من العام 56 حتى الآن. نعم، وممكن في هذا النادي يعني يطرح، ولكن حتى في ذلك الوقت يعني بريطانيا تعتبر نفسها مهيمنة. أيوة. على الكومنولث، وجود دولة مثل فرنسا تأتي في اتحاد معها في هذا الاتحاد قد يضيع هوية الكومنولث بالنسبة لها، فرفضت بريطانيا
دخول فرنسا، مع أنه كانوا حليفين حربيين في العدوان الثلاثي على مصر. نعم. هذا ما يبين نيات بريطانيا في التعامل مع كومنولث، أنه تبقى دولة مهيمنة على دول أخرى التي ترزح تحت هذا النادي. أما بالنسبة لإنهاء وجود الملكية، لا أتصور سيكون تململ من الكومنولث في كندا أو في غيرها، لأنه يعني لا يضر، فما كيف؟ بينما العلاقة مع التاج، أن تكون الملكة هي رئيسة الدولة، من وقت لآخر يكون هنالك بعض الامتعاض، خاصة كما رأينا في المقابلة الأخيرة لابن الملكة وما رشح عن هذا من تصريحات عنصرية مثلا، ما حصل مع جيلي بيات. في من وقت لآخر عندما تخرج إلى العلن أمور كهذه، يتململ الناس من التاج من وجود الملكية. ولكن الملكية البريطانية عبر السنين كانت ذكية لدرجة أن تطور نفسها، لن تتطور كثيرا، ولكن على الأقل أن تحافظ على وجودها. يعني أذكر أنا مقولة للملك فاروق ملك مصر السابق أو آخر ملوك مصر عندما كان في المنفى في إيطاليا، طبعا كان هو مهووس لعب الميسر والقمار وكذا، قال مقولته أنه بعد عدة بضع سنوات لن يبقى في العالم إلا 5 ملوك، ملكة بريطانيا والأربع الملوك في ورق اللعب. ولكنه لم ينجح في هذه النبوءة، لأن ملكة بريطانيا عرفت كيف تحافظ على نفسها، يعني طبعا بقيت على نفسها، وملوك آخرون كملوكنا نحن في العالم العربي وغيرهم بقوة السلاح وبقوة وبعوامل أخرى، ليس هذا موضوع البحث الآن، ولكن يعني هم ملكة بريطانيا كاسم ومسمى قولا وعملا هي تملك ولا تحكم، يعني هي مجرد فقط يعني شكل فولكلوري لحصول الاحتفالات والسياحة، وبالتالي الناس لا يعني لا يؤثر سلبا على الناس لهذه الدرجة. الشيء الوحيد الذي يؤثر على الناس هو الميزانية. عندما ظهر إلى العلن كم تدفع كندا من الأموال للحاكم العام، امتعض الناس. عندما خرج العلن كم كانت كندا ستدفع لتأمين حماية ابن الملكة الذي كان هنا ومن ثم ذهب إلى الولايات المتحدة، كذلك امتعض الناس، لماذا ندفع هذه الأموال؟ أما غير ذلك يعني لا تؤثر في حياتهم اليومية يعني. صح، واضح. احنا بس عشان وقت البرنامج في لنا سؤال أخير حنطرحه على الدكتور هشام. في الآونة الأخيرة انتشر مصطلح كانزاك اللي هي كندا أستراليا نيوزيلاند اند يو كي، لو تشرح لنا اياه شو هذا، خلي الناس تفهم اكثر شو هو هذا المقترح وهل ممكن يكون يحصل على ارض الواقع. طبعا عشان حفاظ على الوقت احاول اختصر، هي الكانزاك او بريفيسلي كان اسمها سي اف ام او، كانت كومن ويلث فريدوم اوف موفمنت اورجانيزيشن، هي منظمة لا ربحية نشأت في كندا من شخص اسمه جيمس كينر بفانكوفر تحديدا. هي منظمة بتدعو أو عندها فكرة لدعوة إنه أول إشي كانت إنه مواطني الكومنولث يكونوا يتحركوا فريلي من دون فيز. بعدين تغيرت فكرتها لأنها تصير بس الأربع دول الرئيسية اللي هي زي ما قلنا كندا أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا. طبعا هو فكرته في الموضوع اللي بقول عنه، وهذا كلام طلع فيه اول ما انشا هاي الحركه بال2015 اللي هو جيمس كينر طلع على السي بي سي اعتقد وقال انه 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 في اتفاقيه زي هيك اسمها اللي هي التي تي تي اي الترانس تازمان ترافل اجريمنت سوري اللي هي الاتفاقيه اللي بين استراليا ونيوزيلندا بحرية تنقل المواطنين بين البلدين. يعني انت اذا كنت في نيوزيلندا او كندا في نيوزيلندا او استراليا ما بتحتاج فيزا او اي اجراءات للسفر، بتسافر على طول بين البلدين بيختموا لك الدخول وخلص. طبعا هاي كانت فكرته انه بدل انها تصير على مستوى هاي الاربع دول، لانه حسب ما هو شايف انه هاي الدول الاربعه هي متشابهه كتير في 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 نظامها في قوانينها، حتى كلها بتتكلم لغة واحدة،
فيعني ليش ما تكون مواطنين هاي الدول عندهم حرية التنقل بينها زي ما هي بقية الناس. وشبه الموضوع باليوروبيان يونيون، إنه اليوكي داخلة في اليوروبيان يونيون، فهذا الإشي مش غريب. أو لما كانت وقتها، طبعا هلا هي طلعت، بس وقتها كانت الهاي في اليوروبيان، فإنه هاي السياسة مش غريبة المفروض على بريطانيا، وإنها تنعمل برات اليوروبيان يونيون لهدول الأربع دول، يعني الثلاث دول إضافة إلى اليوكي. هذا اللي أنا طبعا بعرفه. الحركة لساتها لا تزال، والشخص نفسه هو اللي هو جيمس سكينر، له حتى له تويتر أكاونت، ولساته عم دائما بروج للفكرة سواء في كندا أو للدول، بس بركز هلأ كمان على المواطنين الكنديين حتى يخليهم زي ما قلنا استفتاء شعبي أو something، لحتى نشوف هل بريطانيا تتقبل الفكرة أو لا في الموضوع. واضح. بعرف إذا في عندكم أي إضافات. في سؤال أخير كان من الجمهور، هل أمريكا ممكن تنضم للكومنولث؟ أنا لا أتصور أن أمريكا ستنضم للكومنولث. أمريكا وضعها كوضع إيرلندا، خرجت من حكم بريطانيا نتيجة حرب استقلال، وأمريكا خاصة الآن أقوى من بريطانيا عالميا. يعني ما يعني في أي تصرف سواء فردي أو دولي أو كذا، تسأل ما هي الفائدة، ماذا ستحصل الولايات المتحدة من دخولها في الكومنولث؟ لا شيء. وبريطانيا نفسها كما قال نور عندما تحدث عن فرنسا عندما طلبت من بريطانيا الدخول في الكومنولث، بريطانيا نفسها سترى نفسها أنها سيأتي من ينافسها على زعامة الكومنولث. يعني هذا الزواج لن يتم، وأصلا لا حتى لن يطلب أحد يد أحد. ولكن تعليق بسيط على أحد الإخوة، تصور أنه وليد عبد الله كتب، أعتقد أن الهند خرجت من الكومنولث. لا، الهند لا تزال عضوا في الكومنولث، ولكن هي جمهورية. ملكة بريطانيا ليست ملكة الهند، الهند عندها رئيس جمهورية، ولكن هي عضو في الكومنولث. واضح. في نهاية هذا اللقاء أنا حابب يعني أشكر الجميع اللي كانوا معنا من الجمهور، اللي سواء علقوا أو شاركوا بأفكارهم وأسئلتهم. طبعا يسعني أيضا أنه أقول أنه هذا الموضوع هو جزء طرح من مواضيع اللي أنتوا طرحتوها، فبشكركم، بشكر الشخص اللي طرحه الأسبوع الماضي أعتقد الأستاذة هيفا، ولكن إذا أنا غلطان برضو بعتذر، أتوقع أنه هي. بدي أشكر الدكتور نور، الأستاذ حسن، الدكتور هشام على المعلومات الرائعة اللي دائما بتروا آذاننا فيها. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بنفس الوقت، ونقول لكم تصبحون على ألف خير. تصبحون على خير. شكرا جزيلا للجميع، وتصبحون على خير.